أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. عاد الجنود الذين حاولوا تنفيذ انقلاب في بوليفيا إلى وحداتهم العسكرية استجابة لأوامر قائد الجيش المعين حديثا خوسيه ويلسون سانشيز، فيما أكد الرئيس لويس أرسيا التمسك بالديمقراطية، وأمر سانشيز خلال مؤتمر صحفي جميع الجنود والأفراد في الشوارع والميادين بالعودة إلى وحداتهم وأدان المحاولة الانقلابية التي أشرف عليها قائد الجيش السابق الجنرال خوسيه زونيغا، مؤكدا عدم السماح بأي أعمال منافية للديمقراطية. من جانبه أكد الرئيس لويس أرسيا التمسك بالديمقراطية، وقال في كلمة من شرفة قصر الرئاسة في العاصمة الإدارية لاباز: لا يمكن لأحد أن يسلب منا الديمقراطية التي فزنا بها نحن البوليفيين، سنفشل كل محاولات الانقلاب. وأشار إلى استجابة الشعب البوليفي لدعوته للديمقراطية ووقوفه ضد محاولة الانقلاب، وتابع: كل ما فعلوه أو فعلوه منفذو المحاولة هو الإضرار بالصورة الدولية للبلاد، ولا يمكننا أن نسمح بتكرار مثل هذه المحاولات الانقلابية مرة أخرى. عاشت الديمقراطية فلتسقط الانقلابات، هذا ما قاله. يبقى السؤال: هل هناك بصمة أمريكية في هذا الانقلاب، أم أن بوليفيا بدأت تدفع ثمن وقوفها ضد إسرائيل؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة، ولكن دعونا نشرح مشاهدينا الكرام ما حدث بالضبط. الجنرال الذي قام بالانقلاب خوان زونيغا هو جنرال في الجيش، قام بتحريك بعض قوات الجيش من أجل إقامة انقلاب عسكري في بوليفيا، وكانت هذه المشاهد الأولى للانقلاب نشاهدها ثم نعود إليكم. هكذا تمت محاصرة قصر الرئاسة في بوليفيا في العاصمة الإدارية الجديدة، وخرج الرئيس البوليفي لويس أرسي بنفسه لمواجهة المنقلبين بصدر عاري، وهذا أمر كان فيه بطولة وشجاعة، ويعني الآن هناك يعني نوع من أنواع الاحتفال الكبير بهذا المشهد الذي خرج به عاري الصدر أمام المحاولة الانقلابية. نشاهد هذا المشهد. بعدها فشلت هذه المحاولة لأن كان هناك مواجهة شعبية كبيرة، ومواجهة كما رأينا الرئيس لويس أرسي. خرج رئيس الأركان العامة الجديد الذي عينه لويس أرسي وأمر الجنود الذين خرجوا إلى الشوارع بالعودة، وأعلن رسميا فشل الانقلاب. هذا ما قاله رئيس الأركان العامة: البوليفيين خرجوا للاحتفال بعد فشل هذه المحاولة الانقلابية على الرئيس لويس أرسي، واللويس أرسي كان معهم في هذه الاحتفالات التي أدت إلى فشل المحاولات الانقلابية التي اتهمت أو وجهت أصابع الاتهام إلى أمريكا مباشرة. نشاهد احتفال البوليفيين بالتحرر. Morir antes de esclavos vivir. ¡Morir antes!
الآن بات السؤال الأهم، ماذا حدث برئيس المحاولة الانقلابية الجنرال خوان زونيغا؟ ماذا حدث به وهو الذي قاد هذا التمرد؟ تم إلقاء القبض عليه بعد فشل أو بعد إعلان رئيس الأركان فشل هذه المحاولة، وتم تصويره للشعب وهو مقبوض عليه بأن الذي قام بالانقلاب الآن هو في يد العدالة. نشاهد هذا المقطع. Y sus aventuras golpistas solo quedaron en ello. Vamos a hacer respetar la democracia en nuestro país, cueste lo que cueste. Felizmente, sabemos que no son todos los militares, sino que es un puñado de delincuentes que han interrumpido o han tratado de interrumpir el orden constitucional en nuestro país. Lamentablemente, las personas privadas de libertad que no van a recobrar su libertad en un tiempo menor a lo que establece la ley. Almirante, ¿se arrepiente de lo que ha hecho? إذن هل هي محاولة انقلابية داخلية بين أعضاء أو أضلع الحزب الحاكم، أم أنها محاولة أمريكية بعد أن كانت بوليفيا ليست الدولة المستجيبة أو المرنة في التعاون مع أمريكا، أم أنه العقاب الذي تقدمه إسرائيل للبوليفيا أو البوليفيين بعد أن أوقفوا التعامل مع دولة الاحتلال؟ كل هذه الآراء ليست تكهنات سياسية، ولكن هذا ما يتحدث عنه الشعب.